اليوم حنا كنتواجدوا بحضنة المشاريع منصة شباب سد البرنوص مبادرات على مستوى تراب العمالة سد البرنوصي. كنحتفوا بالمرأة المغربية وخاصة على مستوى تراب العمالة اللي استفدت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في البرنامج ديالها الثالث وخاصة في المحور ديال تحسين الدخل. معنا تعاونيات دونك من النساء اللي جاوا اليوم باش نحتفوا بهم ونحتفوا بالمنتوجات ديالهم. كيف ما كتشوفوا دونك كاين عرض المنتوجات ديالهم باش يقدروا يسوقوا ولو على المستوى المحلي او على المستوى دونك ديفلوبي على مستوى دونك التسويق الالكتروني. وايضا دونك احتفينا بهم من خلال الكلمات ديالهم ومن خلال تشجيع النساء الاخريات اللي باقي ما استفدوش من هذا البرنامج. دونك اليوم كان تبادل تجارب خبرات وايضا باش يمدوا اليد دونك للنساء اللي باقي في وضعيه تهميش او المراه المهمشه او المراه في وضعيه صعبه في وضعيه هشاشه اللي باقي ما استفدت من البرنامج واللي تقدر تدخل معنا وتنخرط معنا في هذا البرنامج هذا. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم الدعوة ديالي من طرف منصة شباب بما أني من السيدات اللي حطوا المشروع ديالهم في منصة شباب وتمت الاستفادة من الدعم الحمد لله. بسبب هذا الدعم الحمد لله التعاونية ديالنا مشات لقدام ولينا حسن حسنا من الدخل ديالنا ولو عندنا مستفيدات اكثر اللي ولينا كنشتغلوا كذلك على الامهات العازبات على المطلقات وعلى الارامل. والحمد لله بفضل صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله وكذلك عامل عماله البرنوصي وقسم العمل الاجتماعي ومنصه شباب المشروع ديالنا نجح والحمد لله احنا غاديين وكنتمنوا التوفيق للجميع الشباب.